بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سوف نتحدث اليوم عن سمكة رائعة جدا. السمكة لا يزيد طولها عن 10-15 سنتيمتر، أقل أو أكثر بقليل. هذه السمكة هي فنان بارع. يعني أنا، دعوني أتأمل معكم كيف تعمل هذه السمكة. انظروا كيف تحفر في الأرض. هذه السمكة بشكل دائم أيها الأحبة تحفر في الأرض. طيب، ما هو الهدف من هذه الحفريات التي كما نرى هنا؟ انظروا، سمكة صغيرة جدا بهذا الحجم تقوم برسم دوائر عملاقة كبيرة جدا بالنسبة لحجمها، وفق هندسة إبداعية. انظروا كيف تحرك ذيلها، وحركة الذيل مدروسة. حركة الذيل هنا مدروسة أيها الأحبة. الزوايا التي تلتف بها هذه السمكة مدروسة. طيب، لماذا تفعل ذلك؟ هي تريد أن تصنع عشا للزوجية. يعني هذا على ما يبدو أنه ذكر ويريد أن يصنع عشا للزوجية ليتزاوج فيه. انظروا أيها الأحبة، يلتقط بعض الأصداف ليزين بها هذه الدائرة. سبحان الله. طبعا هذه الدوائر أيها الأحبة، انظروا هنا معي كيف أخذت شكل تضاريس جميل جدا. الحقيقة بعد قليل سنلاحظ أنه سيرسم دوائر بهندسة رائعة جدا حقيقة، و يعني محيرة. حتى الأبعاد الهندسية متساوية، مع العلم أن حجمه هكذا. انظروا إلى حجم الدوائر التي يرسمها أيها الأحبة. انظروا هنا إلى حجم السمكة، كم هو صغير أمام هذه التضاريس التي صنعها. انظروا أحبتي في الله، هذه السمكة لديها قدرة فائقة على رسم أشكال هندسية لا يمكن إلا أن نعتبرها من صنع البشر. انظروا، هذا هو الشكل النهائي أيها الأحبة. بالله عليكم، هذه الدقة. انظروا، هذه الأضلاع المتساوية، والمسافات هنا متساوية بين الضلع والآخر، ولدينا دائرة صغيرة ثم أكبر ثم أكبر، ولدينا هذه الـ يعني النتوءات. طيب، كيف تمكنت سمكة؟ أنتم يا علماء التطور الذين تقولون إن هذه السمكة هي مخلوق بدائي وجد قبل مئات الملايين من السنين، كيف تتمكن بعقلها البدائي من صنع هذا الشكل الذي ربما نحن البشر نعجز عنه؟ يعني هذا يحتاج إلى فنان مدرب. هذه السمكة تقوم بهذا العمل من دون تدريب أيها الأحبة. هي تخلق مبرمجة لتقوم بصنع هذه الأشكال الهندسية الرائعة. الإنسان يتطلب تدريب وتدرب على الرسم، ويكون لديه مهارات، ويكون لديه هواية أيضا ليستطيع رسم شكل مثل هذا. طيب، هذه السمكة التي يعتبرها علماء التطور أنها غبية، لأنها طبعا كما يقولون في بداية خلق الكائنات كانت الحياة بدائية غبية، الذكاء تطور عبر مئات الملايين من السنين كما يقولون. طيب، هذا الذكاء الذي نجده في سمكة عمرها، أو يعني وجدت في البحر قبل مئات الملايين من السنين، من أين جاء هذا الذكاء؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لهذه السمكة هذا الفن الذي تقوم به ليكون دليلا لنا نحن البشر أن الله هو خالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ويهدي، يخلق ويهدي. الذي قدر والذي قدر فهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لذلك والله أيها الأحبة، أمام هذا الشكل الرائع لا نملك إلا أن نشهد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، كما قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.